فضيلة الشيخ، بعض الناس في الصلاة يقرؤون الفاتحة والأذكار بالقلوب ولا يقرأها باللسان، هل تجزئه؟ لا يصح أن يقول قرأ فلان إلا بنطق، فأما إذا أمرها على قلبه فهذا لا، فهذا لم يقرأ ولا تجزئه الصلاة، لأنه ترك الفاتحة في الحقيقة، ترك التسبيح، ترك التكبير. التكبير قد يكون يشعر به، لكن غيره إذا كان يمرها على لسانه فقط فإنه لا يجزئ. لكن اختلف العلماء هل يشترط أن يسمع نفسه، بمعنى أن يكون لحركات لسانه وشفتيه صوت يسمعه، أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لكن يشترط أن ينطق.